هذا هو اليوم الثامن فعلا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. التركيز خلال اليومين الماضيين كان على منطقة شمال غزة، كانت هناك أجندة واضحة تحدث عنها ليس الإعلام الإسرائيلي فحسب، ولكن حتى المستوى السياسي والجهات التي يناط بها إدارة الفعل في قطاع غزة من قبل، طبعا نتحدث هنا عن الجيش الإسرائيلي. هناك كان مشروع يتحدث عن موضوع إخلاء منطقة شمال غزة من المواطنين، من السكان، من الأهالي، وربما التخطيط كان أن يسمح ذلك بعبور بعض القوات البرية أو بممارسة قدر أعلى من الضغط على حركة حماس وعلى المقاومة المتواجدة في تلك المنطقة. لكن خلف هذا التركيز وهذا التكثيف في الهجمات كانت هناك حقيقة قراءة سوداوية للواقع الإنساني والواقع المعاشي في قطاع غزة، بالإضافة إلى المخاوف من أن يكون هذا الدفع للسكان للانتقال من الشمال إلى الجنوب هو مقدمة لإخراجهم نهائيا من القطاع، وبالتالي دفعهم دفعا لمغادرة رفح عبر بوابة رفح، وهي المعبر الوحيد والمخرج الوحيد من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. في حال حدث ذلك كانت ستجري عملية تهجير جماعية، هؤلاء سيحل بهم ما حل بالفلسطينيين الذين سبقوهم في العام 1948، بمعنى نحن نتحدث عن نكبة جديدة. نعم. مصر لم تكن جاهزة للتعامل مع هذه الحالة، وهي ليست بوارد استقبال أو تقبل هذا الوضع، لذلك جاء الموقف المصري ربما على خلاف كل ما جرى خلال الأيام الماضية، أنه كان موقف شديد الحزم والحذر من التعاطي مع هكذا سياق ميداني. ثم جاءت المواقف العربية الأخرى أكثر اشتدادا في مما شهدناه في الأيام الماضية، نتحدث عن موقف سعودي أفضل بكثير مما كان خلال الأيام الماضية، نتحدث حتى عن بعض المواقف الأوروبية التي تناولت الواقع الإنساني في قطاع غزة من منظور أكثر واقعي. يعني عندما تخرج وزيرة خارجية النرويج لتتحدث أو المسؤولين النرويجيين يتحدثوا عن أن هناك مجزرة كبيرة ترتكب في قطاع غزة ويجب حماية المدنيين، وأن ما جرى يوم 7 أكتوبر لا يجب أن يبرر عمليات القتل بهذه الطريقة، هذا موقف أوروبي ربما نسمعه للمرة الأولى منذ بداية الحرب. حتى الولايات المتحدة الأمريكية ورغم الدعم منقطع النظير الذي أبدته وزيارة بلينكين الخاصة إلى دول المنطقة وإطلاق التهديدات لقطاع غزة وثم محاولة توفير غطاء لكل ما تقوم به إسرائيل، كان هناك فيه استعادة أو استدارة قليلا إلى الخلف. موضوع الطلب، بلينكين قال أنه طلب من الإسرائيليين تأجيل العملية البرية في قطاع غزة حتى السماح بإيجاد ممرات إنسانية للمدنيين العالقين هناك بالقطاع. بالتالي أنا أعتقد أنه كل ما أثير من ضجيج وتوعد حين خرج جالنت على شاشات التلفاز وقال لو خشمال لو مايم، لا ماء ولا كهرباء ولا طعام لأهالي غزة، هذا في إطار ردة الفعل الأولى بعد الضربة الكبيرة التي وجهت للجيش الإسرائيلي. لكن العالم سيكون أكثر تعقلا الآن بعد أن ارتفع عدد الضحايا هذا العدوان في قطاع غزة ووصل إلى أكثر من 1500 شهيد. بالتالي الحديث الآن يجري عن قطاع غزة المحاصر، اقتراب الجيش الإسرائيلي أكثر وأكثر من هذا القطاع يعني المزيد من الضحايا. هناك نظرة أيضا في العالم إلى أن إسرائيل ربما حصلت على ما يشبه رد الاعتبار بعد الضربة التي تلقتها في 7 أكتوبر في هذا الشهر من خلال الحجم الكبير للضحايا وحالة الدمار الكبيرة، وبالتالي لا يمكن للعالم أن يواصل الصمت على هذه الاعتداءات بهذه الطريقة، خاصة وأنه الجيش الإسرائيلي بطريقة مباشرة دعا المدنيين والأهالي في شمال غزة إلى المغادرة. وما الذي حصل؟ عندما غادر هؤلاء تم قصف القوافل التي كانوا يتحركون بها، وخرجت للعالم صور مأساوية. وأنا أضيف أنه لو كان الآن هناك كهرباء وإنترنت بشكل حقيقي في قطاع غزة والصور تخرج لصدم العالم بحجم الكوارث التي نراها جراء، لأنه عمليا الليلة الماضية لم يتوقف الطيران الإسرائيلي عن شن الغارات على القطاع، وبالتالي هناك تدحرج كبير جدا في العمليات الميدانية، هناك استمرار متواصل في عمليات القصف، لكن هناك تقدم نسبي في المواقف الدولية لمصلحة الفلسطينيين. ربما نعرج على هذا الأمر في ملف خاص.